السلام عليكم ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. وحشتوني بجد، بقالي كتير ما طلعتش معاكم وبقالي كتير ما صافحتش وجوهكم. انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. والاول كده عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات وبصحه فطوركم زي ما دايما انتم بتقولوا كده. ان شاء الله ربنا يعيد الايام الفضيله والايام العظيمه ديت على خير. طبعا انا في الاول بشكركم على دعمكم المتواصل لقناتي وليا، وبشكركم دايما على تعليقاتكم الجميله اللي بتكتبها لي، بصراحه بتكون حاجه مفرحه ليا ومشجعه ليا اللي انا دايما استمر وان انا دايما اطلع واعمل فيديوهات. دايما واقفين في ظهري ودايما بتساندوني ودايما بتساندوا قناتي، فكل الشكر ليكم وكل الشكر لكل واحد فيكم كتب لي تعليق او شكرني على فيديو انا عملته. ربنا يجعلني دايما سبب في ان انا اظهر المواهب الخاصه ببلد الجزائر، وان انا اكون سبب في معرفه الناس ببلد عظيمه اللي هي الجزائر. فيديو النهارده باختصار يا جماعه بيتكلم عن طفل امريكي اسمه ماتيو هيل، عنده 11 سنه من ولايه فلوريدا في امريكا، كل حلمه انه يصبح سفير لامريكا في الجزائر. الطفل دوت لما قرا تاريخ الجزائر وعرف نضالها وعرف كفاحها وعرف قد ايه هي بلد عظيمه، بقى حلمه باختصار انه يصبح سفير لامريكا في الجزائر. تعالوا نسمع القصه ونعرف ايه اللي حصل فيها بالظبط، وليه الطفل دوت حب الجزائر قوي كده، وليه الطفل دوت حلمه انه يصبح سفير لامريكا في الجزائر. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشرفوني. تربط جدته حذاءه عند مبنى وزارة الخارجية، وترتب ربطة عنقه عند مبنى السفارة الجزائرية بواشنطن. وبين المبنيين تحدث حكاية الطفل ماتيو هيل، صاحب 11 عاما، والذي يعاني من حالة توحد، لكنه يطمح أن يكون يوماً سفيراً لأمريكا وتحديداً في الجزائر. لطالما ألهمتني الجزائر بتاريخها ومساحتها كأكبر بلد في إفريقيا وثالث أقوى اقتصاد في العالم الإسلامي. أحببت ثقافتها وفريقها لكرة القدم، لكني أكثر من ذلك أطمح لمساعدة الشعب الجزائري وبقية شعوب المنطقة. منذ صغري كنت أتمنى أن أكون هنا في يوم ما، وأن أقدم خدمة جليلة لأمتنا العظيمة من خلال بناء علاقات قوية مع دول العالم العربي، خدمة لمصالحنا المشتركة. نزولا عند رغبة هذا الشاب، استقبلناه اليوم في سفارة الجزائر بواشنطن دي سي، وتحدثنا معه عن مستقبله وحتى عن بعض القضايا. قصة ماتيو تحمل كثيرا من المعاني، واحدة منها التحدي في صور عدة. ماتيو هذا الطفل الأمريكي الذي تجاوز كل العوائق حتى يبني هذه العلاقة الخاصة من الصداقة بالجزائر من خلال الاستعانة بالبحث في تاريخها وتراثها وكل خلفياتها الجغرافية. أكثر من ذلك أن ماتيو يظهر تعلقاً واضحاً بمنتخب الجزائر لكرة القدم. كل الذي يطمح إليه ماتيو لاحقاً أن يكون سفيراً للولايات المتحدة في الجزائر. ومن الحب ما صدق. Hello, مرحباً. I'm sending this message to you all at the U.S. Embassy in Algiers to express my goal to become a U.S. diplomat and to help strengthen the relations between the U.S. and Algeria. My name is Matthew Hill. I am an 11-year-old with autism. Ever since I was 3 years old, I have loved geography, flags, and diplomacy, and learning about countries, especially the Middle East. My goal is to become a diplomat to help create world peace with every country and to help those who are unfortunate and who those in poverty and who are suffering, because I want to bring an end to poverty and I want to help every single person on our planet. Ever since I was 2 years old, I have known all the flags in the world and their capitals. I want to learn more about public diplomacy and the diplomatic relations between the U.S.
and Algeria. I know that Algeria is the biggest country in Africa, the 10th biggest country in the world, and Algeria has a huge population of 43 million people. And Algeria is known for many things, especially its ancient Roman civilization and colonizations by Italy and France. And the US and Algeria have had diplomatic relations ever since 1962, when Algeria declared independence from Algeria. I hope to become the US ambassador to Algiers and to visit Algiers and Algeria too, to visit your beautiful nation and to help strengthen the ties between the US and Algeria and to help those in need in Algeria. May God bless you. You and the people of Algeria are in my prayers. I cannot wait to visit Algiers. Thank you so much for taking your time. Have an amazing day. ماتيو الذي نزل ضيفا على وزارة الخارجية بعد رسالة كتبها للوزير وأعرب فيها عن طموحه في تحقيق رغبته هذه، وبعد أن تنقل بين أروقتها ومحطاتها تقمص دور المتحدث باسم الوزارة في أول مؤتمر صحفي له في مهمته القصيرة الأمد والتي أداها باقتدار يستحق الثناء. المحطة الثانية في يوم ماتيو القادم من ولاية فلوريدا كانت سفارة الجزائر، حيث استقبلته هناك البعثة الدبلوماسية الجزائرية وكشف عن معرفة عميقة بالجزائر وتاريخها، وأبلغ الدبلوماسيين أنه يرغب في بناء علاقات تاريخية مع الجزائر عندما يتحقق له ذلك الطموح لاحقا. بصراحة حاجة مفرحة جدا وحاجة تبسط أي حد يكون منتمي لبلد زي الجزائر ويكون فخور ان بلده وتاريخ بلده ونضال بلده ضد الاستعمار الفرنسي على مدار 132 سنة، وان قد ايه بلد زي دي عانت من ويلات الحروب ومن ويلات الاستعمار والاحتلال على مدار تاريخ زي دوت وعمر زي دوت، فعلا تاريخها يستحق ونضالها يستحق انه يتعرف لكل العالم وكل الناس. ما استغربش ان طفل زي الطفل الامريكي دوت يكون حابب ان يكون سفير لامريكا في الجزائر، ويكون حابب بلد زي الجزائر بعد ما قرا تاريخها وعرف عن التراث وعن نضال الشعب الجزائري. دي حاجه تفرح اي حد. انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مره تشرفوني يا ريت تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.